من أرض العاصمة يصنع القرار، تطبخ المهمات، فينطلق الجنود وكلنا جنود. فتدجج الحدين، في الجنوب ينصر جار، وفي الشمال تحمد ديار، وجباه الساجدين في طيبة ومكة تسجد بوقار، ونحن نرغد بسلام العيش وطمأنينة العبادة والعادة. والعالم الإسلامي بين يدي أبو فهد يستعيد القوة، يستنجد الكلمة، منتظرين إشارة كفيه، والعالم يشخص ببصره نحو برق الجنوب ورعد الشمال. السلام عليكم.